بعد انتشار فيديو تحرش بطفل في وضح النهار بشاطئ الجديدة وحالة الصدمة التي خلفها المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ القضاء المغربي يتحرك ضد ضغط أو تحت ضغط كبير من المواطنين والجمعيات وممثلي المجتمع المدني. سميت الواقعة بواقعة الجديدة، وهي عبارة عن لقطات حية صورتها في هذا الشاطئ شقيقتان أصيبتا بالصدمة عند مشاهدة رجل كهل يقبل طفلا صغيرا ويحتضنه بطريقة جنسية أو على الأقل ذات إيحاء جنسية. ووصف المشهد بأنه أسوأ فضيحة جنسية يشهدها المغرب حتى الآن، باعتبار أنه وقع أمام الملأ وفي منتصف النهار في شاطئ عمومي. بعد نشر الفيديو في فيسبوك وانتشاره ازدادت الصدمة بين المغاربة عندما تبين أن الرجل المتهم بالاعتداء الجنسي على الطفل هو رئيس جمعية رياضية في الدار البيضاء. وفي صفحتها نشر في يوليو حزيران الماضي، نشر الرجل إعلانا عن رحلة صيفية لشاطئ الجديدة قرب مدينة كازابلانكا أو الدار البيضاء. طبعا بعد أن نشرت الأختان الفيديو وأثار تلك الصدمة العارمة، تحرك الأمن المغربي وألقى القبض على المتهم، ثم اتجهت ردود الفعل الغاضبة حتى للأختين كونهما لم يتدخلا لوقفه. نستمع لإحداهن. دخلت مرت الأخ ديالي كتعوم مع الوليدات لداخل في البحر، فإذا بها كتفاجئ بواحد المنظر لي اي واحد كون شافو ما كانش غادي يصبر ليه، اي واحد كان غيدير رده فعل. فاش كان السيد متكي في الفوطه حداه الوليد الصغير متكي حداه، بجينا كنشوفوا المنظر اللي شافوه كاع الناس في الفيديو، ولكن حنا شفنا داكشي كثر من الناس الابشع، شفتوا ابشع منظر، شفنا منظر ابشع من داكشي اللي شافوه الناس في الفيديو. والمشكله هو انه الناس كيلوموا علاش صورتوا ما درتوا حتى شي رده فعل. ردود الفعل طالت أيضا إدارة المخيمات والقوانين التي تنظمها هنا عينة من تلك الآراء. هنا مثلا عكارية مخلص هذا ما يقوله: ما حدث فيما يسمى بالمخيم الصيفي بمدينة الجديدة سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها وأبنائها في الجمعيات الرياضية والمخيمات الصيفية. أسئلة كثيرة تطرح: من المسؤول عن كراء شقة لمجموعة من أطفال؟ كراء بمعنى إيجار يبدو في اللغة الدارجة، يقدر عددهم بتسعة عشر طفلا وبأعمار تبدأ من 6 سنوات فما فوق. هنا أنور مهية: لابد من التصدي لمثل هذه التصرفات التي تشوه الصورة الحقيقية لمؤسسة المخيم. ما وقع بالجديدة ليس بمخيم، ويجب عدم اتهام الجمعيات التربوية لأن المخيمات الصيفية بالمغرب ينظمها القانون. أما جمال، ماذا لو لم يتم تصوير تلك الجريمة؟ سؤال. لذلك لابد من إعادة النظر وإخراج قانون جديد يخص تنظيم الرحلات والمخيمات، لأن الأغلبية اللي كانوا ينظموا هذه الرحلات سكايرية وهم هم الوحيد الاسترزاق من مثل هذه الرحلات. محمد المودوجي: كيف يعقل لصاحب شقة أن يكتري له أن يؤجر له وهو مصاحب بتسعة عشر طفلا داخل مجمع سكني؟ كيف السكوت على هذا الأمر؟ هل نعيش داخل غابة؟ أين هي السلطة؟ لكن وعلى إثر المعلومات الواردة في التقارير الصحفية، تبين مشاهدينا أن المتهمة لا يدير مخيما صيفيا خاضعا لمعايير وزارة الشباب والرياضة المغربية، بل هي مبادرة فردية منه. وهنا تدخلت الجامعة الوطنية المغربية للتخييم، دخلت على الخط لإقناع المغاربة أنه لا يجب فقدان الثقة في المخيمات الصيفية التي يحكمها القانون. نستمع هنا مشاهدينا إلى محمد إكليوين، وهو رئيس المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتخييم، والذي يقول إن مؤسسته تقدمت باعتبارها طرفا مدنيا لمحاكمة المتهم بالاعتداء الجنسي. طبعا الحال حنا كجامعة وطنية للتخييم غندخلوا كطرف مدني في الموضوع، لأننا لا يسيء إلينا ويسيء إلى الجسم الجمعوي وحماة
حقوق الطفل حنا باش نحميو حق الطفل ونحميو حقه في سلامته. إذا هذا نوع من الناس اللي حقيقة أساءوا إلينا جميعا وأساءوا الناس الجمعوي وأساءوا حتى للرياضة. هذا نهائيا هذا مرض وخطير جدا، وهذا النوع اللي كيهدوا السلامة ديال الأطفال. جمعية ما تقيش ولدي خرجت بموقف يمكن وصفه بالراديكالي عندما قالت في بيانها: ما فعله المتهم يدنس العمل المدني في المجال الرياضي ويهدم أهدافه السامية. العقوبات المتساهلة فتحت المجال أمام التطبيع مع الظاهرة. الحل الوحيد لهذه الظاهرة هو تطبيق الإعدام بحسب رأيهم. طبعا هيئات كثيرة من مجالي التربية والتعليم والرياضة دخلت أيضا على خط ما يجري في الوقت الذي أودع فيه المتهم سجن الجديدة، تم عرضه ثم عرض على وكيل الملك كما يشير هذا التقرير المحلي لموقع كفا بريس. ما زال الرأي العام المغربي تحت الصدمة، خاصة وأن 19 طفلا كانوا تحت مسؤوليته، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات حول قضية وصفت بالفضيحة غير المسبوقة. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.